انتخابات 22 يونيو. الكلمة الآن مشاهدينا الكرام ستكون لرئيس اللجنة السيد محمد فال والبلال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أيها المواطنون الأعزاء، يسرني باسم لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن أقدم لكم اليوم الإعلان المؤقت عن نتائج الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية المنظم يوم 22 يونيو 2019. وقبل أن أدخل في التفاصيل، أود أن أذكر الجميع بأننا في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لم نقل في يوم من الأيام إننا نستطيع تنظيم انتخابات خالية مطلقاً من الشوائب والنواقص، بل وعدنا ونفذنا وعدنا ببذل كل الجهود وإعطاء كل الضمانات المتاحة من أجل تنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية، وهو ما تحقق بالفعل من حيث الأساس، بما يفتح الباب أمام أول تداول سلمي على السلطة في تاريخ موريتانيا. ومن هذا المنطلق يمكن القول بأنه مهما كان المنتصر في هذا الاستحقاق الرئاسي فإنه نصر للشعب الموريتاني، الذي يحق له أن يفتخر بوضع لبنة جديدة في الصرح الديمقراطية الذي يتطلع إلى بنائه في وطنه العزيز، وإنه كذلك نصر لكل الذين ناضلوا من أجل بناء هذا الصرح منذ سبعينات القرن الماضي، بل وقبل ذلك منذ نشأة الدولة الموريتانية كما كتب أحد الكتاب البارزين. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أعرب عن شكرنا وامتناننا لجميع شركائنا في المسار الانتخابي من فاعلين سياسيين ومترشحين وناخبين ومراقبين دوليين ووطنيين وصحفيين من شتى وسائل الإعلام العمومية والخصوصية ومجتمع مدني على مساهمتهم القيمة في إنجاح هذه الاستحقاقات. كما لا يسعني إلا أن أقدم جزيل الشكر للسلطات المدنية والعسكرية التي اطلعت بمسؤوليتها كاملة في تأمين المسار الانتخابي في مختلف مراحله على امتداد التراب الوطني. أيها المواطنون الأعزاء، تطبيقاً للنصوص القانونية المتعلقة والتنظيمية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، وعملاً بالمرسوم رقم 185/2019 الصادر بتاريخ 16 أبريل 2019 بشأن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، قامت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتنظيم الشوط الأول من الانتخابات يوم 22 يوليو 2019 على أساس لائحة الترشحات المعتمدة من طرف المجلس الدستوري. شارك في هذه الانتخابات من الناخبين 967,594 موزعين على أهل 1861 مكتبا للتصويت، بينهم 45 لصالح جاليتنا المقيمة في الخارج. وتشكل النتائج التي نحن بصدد الإعلان المؤقت عنها فيما يلي حصيلة لفرز محاضر عمليات التصويت التي جرت مركزة نتائجها على مستوى كل مقاطعة بحضور قاض منتدى من المجلس الدستوري. وضمانا لشفافية هذه الانتخابات، أتيح لكل مترشح أن ينتدب من يمثله لمواكبة مختلف العمليات الانتخابية، سواء داخل مكاتب الاقتراع لمتابعة عمليات التصويت والفرز، أو داخل مقرات اللجان الانتخابية على مستوى المقاطعات لمتابعة مركزة النتائج.
وقد أسفرت عملية تدقيق هذه النتائج على مستوى المصالح الفنية المختصة في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على النتائج التالية: عدد المسجلين 1,544,132، عدد المصوتين 967,594، عدد الأصوات اللاغية 28,800، عدد الأصوات المحايدة 9,484، عدد الأصوات المعبر عنها 929,310، نسبة المشاركة 62.66%. وجاءت نتائج المترشحين التي نريدها حسب ترتيبهم المعتمد من طرف المجلس الدستوري كما يلي: 1. محمد الشيخ أحمد الشيخ الغزواني حصل على 483,312، نسبة 52.01%. سيدي محمد بن بوبكر بوسالف حصل على 166,058، نسبة 17.87%. برام الداه عبيد حصل على 172,656، بنسبة 18.58%. محمد سيدي مولود حصل على 22,695، بنسبة 42%. محمد الأمين المرتجي الوافي حصل على 3,676، بنسبة 0.40%. حامدو بابا كان حصل على 80,916، بنسبة 8.71%. ويمكن الاطلاع بسهولة على هذه النتائج مفصلة حسب كل مكتب تصويت بصيغة قابلة للاستغلال، وذلك بالدخول في موقع اللجنة www.cini.mr. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.